والحديث عن هذه المشروعات الضخمة بينضم لينا عبر الهاتف أستاذ صلاح مغاوري الكاتب الصحفي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير يا أستاذ صلاح. صباح الخير أستاذ صلاح، هذا الخبر يتحدث عن المشروعات الكثيرة والمتعددة والعملاقة التي تقوم بها الدولة المصرية للمواطن المصري. أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي قال أنه يجب أن نوفر 3 ملايين فرصة عمل في 3 سنوات المقبلة. أيضا مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تحدث عن توفير ملايين من الجنيهات للعمل على القيام بمشاريع ضخمة لصالح المواطن المصري في كل القطاعات. الحقيقة كلمنا عن هذه النقطة لو سمحت. هو المشروعات القومية الكبرى بالفعل جذبت الكثير من الأيدي العاملة خلال الفترة الماضية، يعني المشروعات الكبرى ساهمت في رفع معدلات التشغيل. مشروع الدلتا الجديدة مثلا يعني أضاف للرقعة الزراعية، هو مستهدف أنه يضيف حوالي 2.8 مليون فدان ويوفر حوالي 5 ملايين فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2025. المشروع حتى الآن يعني أضاف للرقعة الزراعية بالفعل وتم زراعة 669 ألف فدان، وهي مساحة هائلة أضيفت إلى الرقعة الزراعية، وإنتاجنا من القبش تحديدا ارتفع خلال الموسم الزراعي الماضي ومستهدف أن يرتفع أيضا خلال الموسم الزراعي الحالي. أيضا تم إضافة حوالي 180 ألف فدان في مشروع توشكا إلى جانب تنمية شبه جزيرة سيناء، وده طبعا مشروع قومي عملاق سيضيف إلى الرقعة الزراعية المصرية حوالي 1.1 مليون فدان، بحيث أنه المساحة المنزرعة خلال العام الجاري ستزيد في سيناء إلى حوالي 285 ألف فدان. بطبيعة الحال أنه المشروعات التي أقيمت في للاستزراع السمكي في مدينة غليون أضافت إلى يعني ما كانش عندنا الاستزراع السمكي بهذا الحجم وهذه الكمية الهائلة. أيضا هناك المشروع القومي للبيتيلو اللي استفاد منه حتى الآن حوالي 41 ألف مواطن، وبدأ وضخ فيه حوالي 7 مليار جنيه في مرحلته الأولى. أعتقد أنه المشروع سيكون أيضا من المشروعات الضخمة. يعني برضو مشروعات الإسكان اللي شفناها جميعا أضافت إلى الوحدات السكنية حوالي أكثر من 1 مليون وحدة سكنية، إسكان متوسط وإسكان اجتماعي وإسكان متميز، وفرت ألاف فرص العمل يعني مباشرة وغير مباشرة حوالي. طبعا مشروعات المتوسطة والصغيرة وفرت أيضا، يعني ده مستهدف إن هي هتوفر حوالي 3 مليون فرصة عمل، ودي مشروعات برضو من المشروعات الضخمة. المشروعات الضخمة اللي احنا اللي مصر بتعول عليه والحكومة المصرية والدولة المصرية أولت ليه اهتمام كبير هو مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. حتى الآن المشروع صحيح. تم بنيته التحتية بس يعني هتتكلف أو تكلفت حتى الآن حوالي 18 مليار دولار، ده وفر حتى الآن حوالي 100 ألف فرصة عمل مباشر. فالمستهدف انه المشروع ده لما يكتمل طبعا هيكون نقله نوعيه للاقتصاد المصري. مشروع حياه كريمه اللي احنا كلنا شايفين نتائجه في القرى المصريه وفر حتى الان في مرحلته الاولى حوالي 450 ألف فرصه عمل باجمالي استثمارات حوالي 4.4 مليار جنيه حتى الان. يعني المشروعات بتجذب بالفعل طاقه عمل وطاقه تعمل في هذه المشروعات. طيب إذا كانت الدولة المصرية يا أستاذ صلاح مطالبة بأن هي توفر بنتحدث عن قرابة من 800 ألف إلى مليون فرصة عمل جديدة سنويا، يعني لا غنى عن هذه المشروعات القومية في توفير هذا العدد الضخم والكبير جدا إذن من فرص العمل، لأنه بنتحدث عن أنها مشروعات كثيفة العمالة زي ما حضرتك تفضلت وذكرت، غير طبعا الفوائد العديدة ليها، ولكن خلينا نركز مع حضرتك على نقطة كونها كثيفة العمالة ودورها في خلق المزيد من فرص العمل. طبيعي انه اولا تقرير التنميه البشريه اكد ان السياسات المصريه اللي بتستهدف التمكين الاقتصادي والسياسي انعكست ايجابا على معدلات يعني رفع على معدلات رفع معدلات التشغيل وخفض معدلات البطاله خاصه في صفوف الشباب والمراه، لانه زي ما حضرتك تفضلت
هو الهدف من المشروعات القوميه اولا ضخ شرايين جديده في الاقتصاد المصري الى جانب جذب المزيد من فرص العمل، زي ما قال سياده الرئيس في اللقاءه الاخير انه ان احنا محتاجين سنويا حوالي 1,000,000 فرصه عمل، يعني خلال الثلاث سنوات القادمه نحتاج الى توفير حوالي 3,000,000 فرصه عمل. طبعا فرصة العمل بتكلف ضخ استثمارات هائلة، إلى جانب أنه ضرورة أنه حتى تقام المشروعات العملاقة خصوصا في المدن الجديدة زي محور قناة السويس أو سيناء أو غيرها، يجب أن تكون البنية التحتية مناسبة وأن تكون مؤهلة لإقامة هذه المشروعات. الأعمال الكثيفة طبعا يعني إحنا في هذه المشروعات سواء مشروعات الإسكان أو مشروعات الاستزراع أو يعني استصلاح الأراضي اللي احنا شفناه كلنا، أولا دي بتضمن ضخ يعني أولا يعني أموال جديدة في الاقتصاد، إلى جانب إن هي بتوفر بالفعل فرص عمل لا تتيحها المشروعات التقليدية أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة. المشروعات الصغيرة والمتوسطة مطلوبة بطبيعة الحال، لكن المعروف إنه المشروعات القومية الكبرى هي اللي بيعول عليها الاقتصاد في أي دولة في العالم يعني. بالزبط. إلى جانب طبعا أنه ضخ استثمارات في هذه المشروعات من شأنه أن يجذب المزيد من فرص العمل ويوفرها للشباب تحديدا. حقيقي، ويمكن برضو فكرة التوزيع الجغرافي المتنامي بحيث أنه يكون فيه توزيع عادل للتطوير في كل مناحي الجمهورية المصرية أيضا ما يميز بشكل كبير هذه المشروعات القومية. بنشكر حضرتك جزيل الشكر على انضمامك معنا الأستاذ صلاح مغاوري الكاتب الصحفي، شكرا فندم.